بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كما كتشوف معايا اخويا العيد الكبير قرب، عيد الاضحى ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. وانت كتشوف اخويا الحركه كي دايره، راك عارف الدنيا ساق لا كورونا هذه والماده ما كايناش والمواطن عام مريح. كنحاولوا نقربوا لهم شويه الفاخر شويه الجلبانه، واخا جلبانه وفصه مقدينا بواحد الثمن اللي خيالي، كاع ما كاينش كاع في السوق، ماشي بحال العام اللي فات قديناها ب 40 درهم 50 درهم. هاد العام كورونا وكذا وبنادم مريح، كيف ما كتشوف فصر هاد العام تقديتها بالكيلو كاع ما تقديتش البالا كاع. والفخر اخويا ذاك العام كان رخيص شويه، ذاك العام انا تقديت 80 ريال الكيلو وكنبيع فيه 120. هاد العام اخويا 100 ريال زيدوا بنادم مريح، لا اله الا الله ومحمد رسول الله. بصله مازال البصله زيدوا فيها هذيك درهم 10 ريال، ما خلاو المواطن فين ياكل. وكيف ما كتشوف اخويا العيد الكبير والحواله الاسمنه خياليه لواحد الدرجه ما كتخيلش. وهاد الدراويش اللي كاينين هنا واحياء شعبيه، ماشي حتى احياء راقيه ولا شي حاجه، راه واصله للعدم وبنادم مريح. كتمشي كتسول على حولها اخويا، تخيل معايا صغير، اصغر كيقول لك 46 48 راه بزاف، وحنا عايشين على قد الحال، راه الناس دراويش ناس بساطة كتبغي تشوف بعينها. بحال واحد البارح واقف انا هنا نيش، جا السيد بغى ياخذ من عند السيد الحولي، قال لي ما عرفتش، قال لي شي 56، بقى كيتفاهم هو وياه كيتفاهم هو وياه، توصل هو 42 والله ما بغى يبيعوا لي. وماشي ديال مش هذاك الحولي، ماشي ديال مش عطيه فيه 40000 مقوده، وراه بزاف علينا اخويا، راه بزاف علينا الدرويش، راه واكل العصا في هذه البلاد، وخصوصا اخويا هذه البلاصه هذه، راه حنا واكلين العصا ديال بصح. احنا اخويا جيبي الفاخر، حنا راه عايشين مع الدراويش. كيجي انا كنبيع فيه دابا الفاخر ب 140، كيجي كيقول لك 120 كتربح مع هذيك درهم 10 دريال، الله يجعل البركه داكشي اللي كاين المرضي. ودا معنا اللهم يسر ويسر على الجميع، والله يدير شي شاوه ديال الخير. وكنتمنى من المسؤولين يدخلوا في خصوصا في هذه القيشه ديال الكورونا والازمه، يديروا معنا شي شاوه ديال الخير، والله يسر لكم حتى نتوما. ثمن مناسب على بالنسبه للعام اللي فات، بحال مثلا البصله عندنا حنا بدرهم، بصله راهي كركوبه، شوف البصله اللي عندنا درهم طواجن، وداك الشيء راه الثمن ديال ذاك العام وديال هذا العام فاخره 140، ناقص على الثمن ديال العام اللي فات بدرهم. السلطات المحليه كدير خدمتها، قالت تقول لك ما فهمتي ما تهوتش الشانطي طلع، ولكن عطاتك دار واحد الرخصه كتعطيهم لاكارت ديالك، ومن كتسالي هذه المناسبه ديال هاد 8 ايام والسيمانه ديال هاد العيد، كتحيد اللعيبه ديالك باش الحوانات الاخرين يترزقوا على الله. وعندنا مقدمين زوينين الله يعمرها دار، احسنهم شعايب لا دراري فهمتي، مقدمين في مستوى يعني تما عارفين الوضعيه. راه هاد المناسبه ديال هاد السيمانه راك تحيد مش عايب، راه داير بلايص اخرين كتمشي لهم كيجراو لك، راك عارف شي بلايص اخرين كتمشي كيقول لك ما كتسكنش هنا ما ديرش هادي، بعد ما هنا كيمشيو كل واحد على السيستيم ديالها اش هو عادي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.